أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد تحقيق وكالة أسوشيتد بريس حول تورط موظفين أمميين بقضايا فساد وتعاون مع ميليشيا الحوثي. كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية في تحقيق لها عن تورط موظفين أمميين بقضايا فساد في اليمن، وأوضحت الوكالة في تحقيقها أن أكثر من 10 من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة متورطون بالكسب غير المشروع وسرقة الإمدادات والمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع عدة أطراف داخل البلاد. وبحسب التحقيق فإنه تم تعيين أشخاص غير مؤهلين في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية للعاملين الأمميين، وتمت الموافقة أيضا على عشرات العقود المشبوهة دون الأوراق المطلوبة. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: كيف ستتعامل الأمم المتحدة مع موظفيها الذين ثبتت عليهم قضايا فساد، وما تأثير هذا التلاعب والفساد على المحتاجين والمستحقين للمساعدات؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أين تذهب الإغاثة والمساعدات الإنسانية في اليمن؟ سؤال يطرح كل يوم في الأوساط المحلية والدولية، خصوصا بعد تقارير عديدة أفادت أن معظم المساعدات لا تذهب إلى المحتاجين، بل يتم التلاعب بها وتذهب نحو السوق السوداء وجبهات القتال. في جديد التقارير الدولية، كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد بريس أن أكثر من 10 عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة متهمون بالكسب غير المشروع والتعاون مع المتحاربين لإثراء أنفسهم من المساعدات الممنوحة دوليا لليمن. الوكالة الأمريكية حصلت على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة التي تظهر أن أشخاصا غير مؤهلين تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية لهم. التحقيق قال إن الموظفين وافقوا على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المطلوبة، ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمميين قولهم إن هذا أمر فاضح ويدمر حياد الأمم المتحدة. الحوثيون بحسب التحقيق الذي أجرته الوكالة منعوا محققين تابعين للأمم المتحدة من مغادرة صنعاء، وصادروا أجهزتهم ومحركات أقراص خارجية تدين موظفي الأمم المتحدة وقيادات حوثية بالفساد والتلاعب بالمساعدات الإنسانية في اليمن. هذا التحقيق جاء بعد يوم من إعلان ميليشيا الحوثي والأمم المتحدة اتفاقا يقضي بتوزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين نقدا بدلا عن المساعدات العينية التي تم تعليقها بشكل جزئي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد الكشف عن تسخيرها لأغراض حربية. معلومات جديدة إذن تكشف عن حجم التلاعب بالمساعدات الإنسانية، وهي سرقة جديدة للطعام من أفواه الجائعين. نبدأ النقاش مع ضيفنا من الرياض المحلل السياسي محمد جميح. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور محمد. تتوالى التقارير التي تتحدث عن تورط موظفين أمميين مع ميليشيا الحوثي، ما هي الإجراءات التي يفترض اتخاذها في مثل هذه الحالات؟ طبعا أنا أعتقد أن الموضوع ينبغي أن يصعد حتى من طرف الحكومة اليمنية في مخاطبة الجهات الدولية المعنية، في مخاطبة أعضاء مجلس الأمن، في مخاطبة الأمم المتحدة، في مخاطبة المنظمات المانحة، في مخاطبة منظمات العفو الدولية والمنظمات الحقوقية الأخرى، في مخاطبة المنظمات المعنية برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، لأن أغلب ما يكون الفساد في هذه المنظمات. طبعا ما تفضلتم بذكره نقلا عن أسوشيتد بريس هو كما يقال غيظ من فيض، يعني نقطة من بحر. اليمنيون يعرفون يعني أن حجم الفساد لا يمكن أن يتصور في هذه المنظمات، حجم التعاون مع الحوثيين لا يمكن أن يتصور، ولذلك بين الحين والآخر وتحت إلحاح من ضغوط تحدث هنا وهناك تخرج نوع من التقارير التي غرضها في الأصل التنفيس عن ضغوط معينة تمارس على هذا الطرف أو ذاك، لكن بحقيقة الأمر أن هذه التقارير هي تقارير قاصرة ولا تفي بالغرض، وأن حجم الفساد مهول. يعني نتحدث عن مليارات، يعني هناك يعني في حدود 4 مليار دولار التي كانت مخصصة العام الماضي للغذاء للإغاثة، المواد الإغاثية. 4 مليار دولار هذه ميزانية تعتبر بالنسبة لليمن. أين هي؟ أين ذهبت؟
أين وزعت؟ لا يوجد تحقيق، لا توجد شفافية في هذا الموضوع. بالأمس يعلن عن اتفاق مع برنامج الغذاء العالمي أن تسلم الأموال نقدا، وبالطبع ستصل هذه الأموال النقدية إلى المسؤولين الحوثيين. وقبل ذلك سلمت مركبات في الحديدة من قبل يعني الأمم المتحدة، قيل إنها من أجل نزع الألغام، وتسلم لأطراف هي ذاتها التي زرعت الألغام. يعني يمكن أن نتحدث إلى ما لا نهاية عن حجم الفساد. وما يصدر، النقطة الأساسية هنا، أن ما يصدر من تقارير ليست إلا النزر اليسير في حجم الفساد الكبير الذي يتم في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون. طبعا بين الحين والآخر يقول تقرير أممي أو موظف أممي أو مسؤول أممي تتحدث عن ذلك، ولعل آخرها رئيس برنامج أو المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في إحاطته قبل الأخيرة للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، عندما ذكر صراحة بأن الحوثيين يعني يصادرون مواد الإغاثة، وأنهم يستخدمونها لمسلحيهم، وأنهم يخزنونها في مخازن التربية والتعليم، وأنهم يمنعون التنقل الحر لعمال الإغاثة، وأنهم يمنعون الوصول لمطاحن البحر الأحمر من أجل استخراج المواد الإغاثية المخزنة هناك. طبعا هذه تقارير تراكم يفترض أن تأخذ الحكومة اليمنية بها وأن تبني عليها وأن تتفاعل دبلوماسيا معها من أجل فضح هذه العصابة الحاكمة في صنعاء. طيب في النهاية على من تقع المسؤولية القانونية والجنائية في مثل هذه التصرفات؟ المسؤولية بالمقام الأول تقع على المنظمات المعنية. المليارات التي تجمع باسم الجياع في اليمن هذه تعتبر يعني أمانة في أيدي هذه المنظمات، ينبغي أن تصرف للجياع. لكن عندما تصرف لمصارف أخرى حتى أنها تصل لدعم المشاركين في الحرب، فهذه تعتبر يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب، أن تدعم المحاربين بأموال الجياع. أو كما قال رئيس التنفيذي ومدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إن الحوثيين يسرقون الطعام من أفواه الجياع. يعني هذه سرقة. تقع المسؤولية الأولى على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، لأن معظم الدعم الإغاثي يصل إلى منظمات الأمم المتحدة، حتى الدعم التي تتبرع به دول التحالف العربي، معظم الدعم السعودي، وبالمناسبة معظم الدعم الذي يصل اليمن هو من المملكة العربية السعودية، لكنه يسلم لمنظمات الأمم المتحدة على أساس أنه ليس لدينا بنية تحتية كافية من أجل تصريف المواد الإغاثية المطلوبة للسكان، وبالتالي تسلم للأمم المتحدة، وتصل أحيانا المساعدات السعودية إلى الحوثيين أنفسهم. طيب الحكومة أو الأمم المتحدة تقول دائما في أنها مجبرة في مثل هذه الظروف الاستثنائية على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، هل هذا يعفيها من مسؤوليتها؟ هل هذا مبرر مقبول؟ طبعا الأمم المتحدة لو أرادت لديها الكثير من أدوات الضغط، يمكن أن ترفع لمجلس الأمن الدولي، يمكن أن تمارس الضغط الإعلامي، يمكن أن تمارس أيضا الضغط السياسي على الحوثيين وعلى داعميهم، يمكن أيضا أن تجد طرقا أخرى للالتفاف أو لمحاولة الالتفاف على محاولات الحوثيين سرقة الغذاء لو أرادت. هناك يمكن إصلاح النظام المصرفي في اليمن والنظام البنكي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوع من وضع المبالغ في حافظات بنكية لمستحقيها، يمكن أن تصرف لهم مباشرة عن طريق الصرف الآلي لمن يمكن أن يتمكن من الوصول إليها. هناك الكثير من المستحقين في الأحياء ليس لديهم هذه الخدمات بالطبع، يمكن أيضا أن يتم التعامل معهم بنوع من الحزم، أقصد مع الحوثيين، من أجل إيصال المساعدة. في الأخير نحن لا نطمح بالقضاء تماما على الفساد، لأن يعني الحوثيين هم يقاتلون عليه ولا يمكن أن يسلموا، لكن يجب أن يكون هناك ضوابط. يجب إذا كان هناك فساد يجب أن تكون هناك أيضا شفافية لإيضاح الفساد. نحن لا نلوم الأمم المتحدة أحيانا إذا أرغمها الحوثيون على السرقة، وسرقوا منها وأخذوا أو نهبوا، ربما لا تلام، لكن تلام عندما تتستر. الأمم المتحدة في حقيقة الأمر طول السنوات الماضية وهي تتستر على فساد، وعن الأمم المتحدة المنظمات المعنية تتستر على فساد عريض داخل هذه المنظمات وداخل موظفي الإغاثة
وداخل موظفي برنامج العالم والصحه العالميه وهم يعرفون ذلك. التستر على ذلك يعد جريمه ومشاركه في الفساد. دكتور محمد ارجو ان تبقى معي، اضم الينا ايضا في النقاش من الرياض الباحث في المجال السياسي والانساني الدكتور ايهاب القرشي. دكتور ايهاب مرحبا بك. اهلا وسهلا. دكتور إيهاب، كباحث ومراقب في المجال الإنساني، هل يمكن أن تضعنا في صورة الإجراءات المتبعة إزاء كشف تورط موظفين أمميين في خرق القوانين المنظمة لعمل المنظمات الأممية؟ أولاً أشكركم على الاستضافة، وأنا أؤكد ما قاله الأستاذ الدكتور محمد جميح عن أن فساد المنظمات الدولية لن ينتهي ولن نستطيع التخلص منه بالكامل، واعتراف الأمم المتحدة ببعض الممارسات والسرقات وأيضا حتى تقارير الأسوشيتد بريس عن 10 موظفين أو 8 موظفين يقعون تحت طائلة هذه العمليات المشبوهة لا يعني أن هذا الكلام أن الصورة واضحة ومكتملة عن ما يحدث من فساد في أنشطة وتدخل الأمم المتحدة الإغاثة في اليمن. فساد المنظمات في اليمن مرتبط بعدة عوامل. أولا عندما ننظر إلى الهيكل التنظيمي للعمل لدى المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في اليمن نرى أن هناك أكثر من 8 منظمات أممية تعمل في اليمن وأكثر من 35 منظمة دولية أيضا تعمل في اليمن، ورغم وجود أكثر من 20,000 منظمة عاملة في اليمن ومرخصة بمستوياتها المختلفة إلا أنها لا تعمل مع المنظمات الدولية سوى 156 منظمة فقط، وهذا مؤشر رقم واحد للفساد بشكل كبير. أيضا هناك التخطيط للاحتياجات الإنسانية والإغاثية حيث لا يتم التأكيد أو الدراسة المستفيضة والحقيقية والواقعية للمتطلبات العامة للتدخل الإغاثي، وإذا كان هناك خطأ في التخطيط فمن المؤكد أن تكون هناك أخطاء كثيرة ونتائج غير مرضية في المخرجات. هناك أيضا أنواع المشاريع المقدمة من المنظمات الدولية ارتباطا بعمليات التخطيط التي ذكرتها لا تكون ملبية للاحتياجات الإنسانية، وهذا أيضا ثالث عنصر من عناصر الفساد. أيضا التلاعب في النتائج وإصدار تقارير وقياس الأثر هناك إشكالية كبيرة لكنها مرتبطة بتمويل الأمم المتحدة حيث تضخم الأمم المتحدة الأوضاع بشكل كبير حتى تحصل على التمويل، ثم عند قياس النتائج تتحدث عن أنها حققت نتائج كبيرة وهذا لم يحدث على 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 وجه الأرض. هدر الوقت مقابل المال من أهم العوامل التي تعد من أكبر عمليات الفساد في اليمن، فعندما تكون والكثير يتحدث عن المصاريف التشغيلية للأمم المتحدة، فلو افترضنا أن هناك مصاريف محددة ب 20% لمدة 6 أشهر أي أن تأخير المنظمات الدولية لتنفيذ تلك المشاريع إلى سنة، فهذا يعني أن ارتفاع مستوى مصاريف التشغيل إلى 40%، وهكذا إذا تأخرت 2 انتهى وقضي الأمر ولم يحصل الشعب اليمني على أي مساعدة إنسانية. أيضا هناك طيب عمله الميداني حيث عملنا دكتور إيهاب وضحت الفكرة، لكن أنت الآن تحمل الأمم المتحدة المسؤولية كاملة في الفساد، لكن هل بالإمكان خضوع المتورطين بقضايا الفساد أيضا المساءلة والمحاكمة، وهل يمكن أن تصبح تلك الإجراءات علنية يوما ما؟ والله نحن نسمع طول التاريخ وفساد الأمم المتحدة، ونحن نذكر النفط مقابل الغذاء في العراق، ونذكر قضايا كوفي أنان وابنه في الأمم المتحدة، وهذا ليست بالجديد على الأمم المتحدة، لكن الجديد وفيما يخصنا في اليمن تماهي الأمم المتحدة مع ميليشيات الحوثي والوضوخ لإرادتهم وضوخ لخططهم حيث يقوموا بالتلاعب أيضا في قواعد البيانات للمستفيدين، وهذا من أهم عناصر الفساد المستشري في اليمن مع المنظمات الدولية والتي لا تستطيع التخلص منها. حاليا تتفق الأمم المتحدة بعد أن اعترفت في شهر 6 الماضي بهناك بسرقات والغذاء من أفواه المحتاجين في اليمن، وهذا طبعا اعتراف جزئي قد يبرر لها الاستمرار ولكنه لا يعفيها من المسؤولية. أيضا حولوا الآن العمل الإغاثي والإنساني أو توزيع المساعدات العينية الغذائية إلى كاش ترانسفير أو تحويلات نقدية، وهذا إذا لم توجد هناك قواعد بيانات سليمة بمعنى آخر سيحصل على الحوثيين على المساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن بشكلها النقدي وليس بشكلها العيني، وهذه كارثة أكبر.
هناك عدد من المعايير التي لا بد أن تلتزم فيها الأمم المتحدة. نحن نسعى ودائما نقول إذا كان من الصعب قياس الأثر من وجود المنظمات الدولية في اليمن فهناك فمن السهل جدا قياس الأثر من عدم وجودها. لا يعني نحن عندما نهاجم الأمم المتحدة نطلب التجويد فقط ولا نطلب إزالة كل الفساد كله أو توقف أنشطتها أو تعليقها، لأنه يحكم على كثير من أبناء الشعب اليمني أيضا بعدم الحصول على المساعدات. الأمر الذي يجب أن أقوله أن هناك معايير في تجويد العمل الإغاثي والإنساني في اليمن تضرب به الأمم المتحدة وميليشيات الحوثي عرض الحائط، ابتداء من تحديد المتطلبات وتدخل الإغاثي المناسب وتأهيل المنفذين الذي يعتبر العشرة الموظفين المتواطئين مع موردين ومع منظمات محلية هو العنصر الرئيسي في قضايا الفساد المكشوفة في تقرير الوكالة الأمريكية. نعم. جودة وسلامة التدخل، من الذي يتأكد من هذه الجودة ومن سلامة التدخل الإغاثي؟ لا توجد أي أعمال رقابية أو إغاثية أو ميدانية من قبل المجتمع المدني أو من قبل الحكومة، ودور الحكومة والشرعية تقريبا مغيب عن هذه العملية. إدارة سلسلة عملية التمويل، تنفيذ عملية التدخل والاستهداف، كل هذه العمليات من المفترض أن تصب في قياس الأثر لدى المستفيدين التي أيضا تتلاعب بها الميليشيات الحوثية والأمم المتحدة. والدليل على ذلك ارتفاع مستوى الإنفاق على العمليات الإغاثية والإنسانية ما بين الثلاثة الأعوام الماضية من 1.2 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، ووصلنا إلى 2019 إلى 4.2 مليون دولار. طيب دكتور إيهاب، المساعدة الإنسانية والإغاثية خلال فترة الانقلاب وتجاوزت 20 مليون دولار. على يعد هذا دليل على أن هناك تراخي وهناك عدم تحقيق نتائج إيجابية في عمل العمل الإغاثي والتدخل الإغاثي والإنساني في اليمن. طيب دكتور إيهاب، أنا سأضرب مثال بسيط لو سمحتي لي، وهذا آخر مش حاخذ وقت منكم كثير. مثلا في سوء التخطيط عندنا 4.7 مليون طالب في التعليم، تخصص لهم الأمم المتحدة 105 مليون دولار، بينما هناك مجموعة من اللاجئين الأفارقة اللي موجودين في اليمن مع احترام الشديد لهم وهم ضيوف على اليمنيين في هذا الوقت العصيب، 170 ألف لاجئ أفريقي في اليمن تخصص لهم الأمم المتحدة 122 مليون دولار، يعني 105 ل 4 مليون 700 في قطاع التعليم، بينما 122 مليون دولار ل 170 ألف فقط. طيب دكتور إيهاب، أحيل اتهامك للأمم المتحدة بالفساد إلى الدكتور محمد جميح ضيفي من الرياض. دكتور محمد ضيفي أيضا من الرياض الدكتور إيهاب القرشي حمل الأمم المتحدة مسؤولية هذا الفساد ومسؤولية ما جرى. أنت كيف تعتقد، هل الأمم المتحدة ستقوم بمعاقبة أو ستتصرف مثلا مع موظفيها الذين ثبتت عليهم قضايا فساد؟ دكتور محمد جميح، دكتور محمد جميح لو تسمعني. إذن أعود لضيفي الدكتور إيهاب القرشي. دكتور إيهاب، أنت وضعت مثلا وأنا أضع مثل آخر وأقول لك، تقول الأمم المتحدة إنها مجبرة في الظروف الاستثنائية على وضع المبالغ المالية الخاصة بالمساعدات في حسابات موظفيها، هؤلاء الذين تحدثنا عنهم، لكن من يراقب تحركات حسابات الموظفين هذه ومن يشرف عليها؟ لا يوجد أي نوع من أنواع الرقابة على أي عمل أو نشاط الأمم المتحدة. نحن بدأنا في عام 2016 مشروع للرقابة والتقييم على أعمال العمل الإغاثي والإنسانية في اليمن، واجهنا صعوبة في التعامل مع المنظمات الدولية، بل واجهنا حرب يعني شديدة جدا إلى درجة توقف المشروع، رغم أنه الآن أصبح أحد مكونات العمل الإغاثي والإنساني، حيث يتم عملية الرقابة على ثلاث مستويات، وهي الرقابة المالية من قبل مكاتب المحاسبة القانونية في تصفية الأموال والمبالغ لصالح المانحين، الموضوع الثاني هو التتبع للأعمال الإغاثية والإنسانية من قبل موظفي المنظمات الدولية أو التابعة لها. النوع الثالث من الرقابة من المفترض أن تكون هناك طرف ثالث من المجتمع المدني يقوم بعمل الرقابة والتقييم لأداء المنظمات الدولية. طبعا ويخصم ويتم خصم 3% من مخصصات المشاريع لهذا الشأن. لكن خلال الخمس السنوات الماضية والأربع السنوات الماضية تخصم المنظمات الدولية ويخصم المانحين وتستولي عليها المنظمات الدولية دون وجود طرف ثالث في الميدان. وهذا يعتبر أيضا من أهم عوامل استشراء واستمرار الفساد. أود أن أقول أن هناك أيضا
مؤشرات كبيرة لوجود اتفاقات أو تماهي كبير ما بين الحوثيين والأمم المتحدة، قد يكون السبب فيه إلى أهمية عمل الأمم المتحدة في المناطق الحروب والنزاع. يعني الأمم المتحدة لم توجد في مكان لا يوجد فيه حوثيين أو لا يوجد فيه انقلابيين أو قوى عسكرية أو ميليشيات أو اقتتال أو سلطات أرض متنوعة، بمعنى آخر أنها تتعامل مع هؤلاء من حولها في مناطق النزاع بشكل أو بآخر، لكن ليس إلى هذا المستوى الذي نشاهده في اليمن. يعني هناك أسس ومعايير وعوامل، وهناك قوى أممية تستطيع أن تفرض عمل المنظمات الدولية ولو بحد ما في اتجاه الصواب، بدلا أن يأخذ الحوثيين الأمم المتحدة معهم إلى منطقة الخطأ والخطر. تمام، بالحديث عن تماهي الأمم المتحدة مع الميليشيا الحوثية، التوقيع على الاتفاق الذي تحدثت عنه عن آخر اتفاقات لم يجف بعد، وخرجت نتائج هذا التحقيق في تقرير الأسوشيتد بريس. التقرير أشار إلى فساد موظفي الأمم المتحدة وقربهم من المسؤولين الحوثيين، لكن كيف ستتعامل الأمم المتحدة اليوم مع هذه النتائج، وهل سيبقى هذا الاتفاق ساريا؟ الاتفاق أنا أراه أنه لابد أن يكون لديه قاعدة أساسية للانطلاق، لكن مجرد أنهم يحولون أولا يلغون التعليق هذا شيء طيب، لكن أن يوقعون مع الميليشيات الحوثية تحويلات نقدية دون وجود أي قاعدة بيانات بيومتركية أي بيولوجية، خاصة لأن المستفيدين قواعد بياناتهم مضروبة وغير حقيقية، يعني لابد أن يترافق تحويل المبالغ النقدية مع وجود نظام إلكتروني على البصمة الذكية والبصمة البيولوجية للمستفيدين. لم نرها تحدث في اليمن، فكيف سيتم تحويل هذه المبالغ رغم أننا سمعنا عن اليونيسف أوقفت عمليات التحويلات النقدية بسبب هذه المشكلة؟ فلماذا الأمم المتحدة الغذاء العالمي أكبر برنامج يعمل في اليمن منذ أكثر من 50 سنة؟ وأيضا هو البرنامج الذي يأخذ أكثر من 50% من المساعدة الإنسانية على مستوى اليمن أو العالم، لماذا يقوم بتنفيذ هذه الخطوة دون التهيئة والإعداد لها؟ هل فقط ليغير من شكل عملية سرقات الحوثيين للمساعدات بدلا أن تكون عيني ستختفي الأنظار عن التحويلات النقدية؟ أشكرك جزيل الشكر الدكتور إيهاب القرشي الباحث في المجال السياسي والإنساني، كنت معي من الرياض. أنتقل إلى الدكتور محمد جميح. دكتور محمد، هل تسمعني؟ نعم. ضيفي من الرياض الدكتور إيهاب القرشي اتهم الأمم المتحدة بأنها هي بؤرة الفساد، وهي من تسبب الفساد، وهي من أدت إلى حصول هذه التجاوزات. طيب، هل تعتقد أن الأمم المتحدة قد تعاقب أو تتصرف مع موظفيها الذين ثبتت بحقهم قضايا الفساد؟ لا، بالطبع. يعني هذا الفساد أصبح فساد قهرنا. هناك الفساد المتسطر عليه الحاصل في المرتبات العالية التي يستلمها موظفو الأمم المتحدة، هناك أيضا الفساد العالي المتسطر عليه أيضا أو المقنن المتمثل في البدلات والسفريات والتأمين على الحياة للموظفين الذين يعملون هناك والمسؤولين الذين يسافرون إلى هناك. يعني تكاد احيانا تصل ميزانيتهم الى نصف الاعانات او المواد الاغاثيه المقدمه للمحتاجين في اليمن. نعم. ويسرق الحوثي النصف الاخر، ولا يصل ربما النصف الاخر من النصف المتبقي، ولا يصل الى الربع. يعني الامم المتحده لم تعاقب من قبل أي من موظفيها في اليمن، على الرغم من أنه منذ اليوم الأول لبدء العمل الإنساني في اليمن كانت هناك الأصوات تتعالى بأن الفساد ينتشر وبأن الأمم المتحدة تتستر وموظفيها في صنعاء يعرفون ذلك، وكتبنا كثيرا عن هذا الموضوع وكتب غيرنا، لكن لا يعيرنا أذنا صاغية ويتجاهلون، محتجين بأننا إنما نسعى لحرمان الجياع وأننا نتكلم من غير أدلة، وعندما تأتي الأدلة طيب. من صحيفة معتبرة تضطر الأمم المتحدة للتعامل، لكن أنا لا أعتقد أنها يمكن أن تصل إلى حد معاقبة المسؤولين. دكتور محمد، أشرت سابقا أن على الحكومة تصعيد الموقف، السؤال هنا ما هو موقف الحكومة الشرعية حتى الآن؟ الحكومة الشرعية لحد الآن لم تقم بأي شيء، وأنا أعتقد أنه يجب أن تصعد الموقف،
يجب أن تخاطب هذه المنظمات، يجب أن تقول لهذه المنظمات بأن نقل مقراتها من صنعاء، وهذا هو السبب الرئيسي ربما الذي يجعل الحوثيين يتحكمون في هذه المنظمات. وجود هذه المنظمات في صنعاء والمقرات الرئيسية في صنعاء، يجب أن تكون هذه خطوة مساعدة لنقل هذه المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن. طبعا نحن نقول ذلك كلام نظري، لأنه ينبغي أن تؤمن العاصمة المؤقتة عدن حتى تسحب الذرائع التي تضعها الأمم المتحدة في سياق أو في سبيل نقل هذه المنظمات من صنعاء إلى عدن. يجب أن تصعد، يجب أن هناك آليات للشكوى، ويجب أن يرفع أيضا إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيث من أجل أن يضمنه تقريره إلى مجلس الأمن الدولي. ليس بالضرورة أن يكون تقرير مارتن جريفيث خاصا بالأوضاع العسكرية والسياسية داخل اليمن، ولكن ينبغي أن يتطرق لمثل هذه الأعمال لأنها من صلب تخصصه ووظيفته. طيب دكتور محمد، لو عدنا للحديث عن التقرير والتحقيق، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تمكنت الميليشيا من إحداث هذا الاختراق بهذا الحجم في منظمة بهذا الحجم؟ الإشكال أن بالتالي هناك منظمات أنشأها الحوثيون للجانب الإغاثي، وهي منظمات حوثية، موظفوها حوثيون، مسؤولوها حوثيون، إدارتها حوثية، وتتعامل الأمم المتحدة مع هذه المنظمات على أساس أنها منظمات مستقلة حقوقية أحيانا، لكنها منظمات من الساس إلى الرأس كما يقال. وما الذي يجبرها على الاستمرار في التعامل معهم؟ الأمم المتحدة تقول بأنها تتعامل مع هذه المنظمات على أساس أنها منظمة إغاثية، والاتهامات التي توجه إلى هذه المنظمات بأنها حوثية أو على علاقة بالحوثي، تقول الأمم المتحدة أو تتعامل مع هذه الاتهامات على أساس أنها اتهامات من أطراف سياسية لا إغاثية ولا إنسانية ولا يمكن التعامل معها. وهناك أيضا ناشطون حوثيون يعملون في منظمات أيضا دولية، في المنظمات الدولية ليس في المحلية، وإنما في برنامج الغذاء العالمي، في منظمة الصحة العالمية. هناك موالون الحوثيين، هناك أيضا مسؤولون يعني من عرب من لبنان ومن العراق ومن غيرها من البلدان. هؤلاء أيضا يذهبون أو يسيرون في الخط ذاته الذي يسير فيه الحوثيون وموالون الحوثيين، على الرغم من أنهم ليسوا يمنيين. هؤلاء أيضا يعطون حق التغطية، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية، بالإضافة إلى يعني التغطية أحيانا السياسية، بالإضافة إلى الفساد الأصلي لوجود هذه المنظمات أو مكاتبها الرئيسية في الصنعاء، الذي يعطي الحوثيين اليد الطولة في السيطرة على الإغاثية. طيب باختصار، ما الذي يجب على الأمم المتحدة عمله إذا أرادت يعني تجاوز هذه الأمور؟ ما الذي يجب عليها اتباعه أو عمله لمنع تكرار هذه الأمور؟ يعني هي لم لا اعتقد انها تمنع، ولا اعتقد انها تستطيع ان تمنع لو ارادت ان تمنع، لكن هذا يؤثر في مصداقيتها وحياديتها، الا يعني هذلك؟ بالطبع، يعني هم مصداقيتها على المحاك، مصداقيتها على المحاك، ليس على الجانب الاغاثي، نعم، لكن على الجانب السياسي، على الجانب التفاوضي. ما الذي اوقف معركه الحديده بحجه انسانيه وبحجه الجياع وخوف الامم المتحده على الميناء أن يتهدم ويموت الجياع؟ هم الذين يمارسون اليوم الفساد في أموال هؤلاء الجياع. إذن الأمم المتحدة أنا أعتقد أنها تلعب أدوارا سرية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الإغاثي أو الحقوقي، لأنه حتى على المستوى الاقتصادي، ماذا فعلت الأمم المتحدة من أجل تفعيل أو رفع الحظر المفروض على البنوك اليمنية وعلى البنك المركزي اليمني من أجل تفعيل عجلة الاقتصاد اليمني؟ ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا. الأمم المتحدة للأسف الشديد يعني يظهر لليمنيين أنها بشكل واضح، وهذا ليس اتهام وإنما هي حقيقة، لأنها إن لم نقل منحازة للحوثيين إلا أنها بآليات العمل التي تتبعها الآن، هذه الآليات تصب في مصلحة الحوثيين سياسيا وحقوقيا وإغاثيا. الفكرة وصلت دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من الرياض، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا شكرا على حسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة محمد عبد المغني وكافة الطاقم، إلى اللقاء.